نرجع تاني بقى، واللقطة اللي فيها تقييم أو اللي كل اللعيبة بتستناها، لأن بتبقى لقطة مهمة جدا، مان أوف ذا ماتش أو رجل المباراة. والله أنا شايف صعب، يعني مفيش حد مميز قوي. يمكن بتفق مع كابتن عماد والكابتن شادي إن يمكن مروان لو كمل كان هو أفضل لاعب في النادي الأهلي، لكن أنا هختار اتنين لعيبة الحقيقة. يعني أوشايا من نادي المقاولين العرب عامل جبهة قوية جدا، صانع هدف رائع جدا، ومحمد عبد المنعم لأنه تحمل عبء النواحي الدفاعية الشوط الثاني، فأعتقد واحد من الاثنين يستحقها. مين فيهم يا كابتن؟ محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. كابتن شادي. أنا هقول محمد عبد المنعم، ولكن لو مروان عطية كان كمل الشوط الثاني كنت هقول مروان محمد عطية. عبد المنعم مدافع قوي؟ محمد عبد المنعم واحد من اقوى المدافعين في مصر. مش كل اللعيبه بتبقى بالهدوء ده، بالرزانه دي، مش بيجيب اهداف، كورته حلوه تستمتع والكوره في رجله مش بيطفش، فلاعب من اللعيبه المدافعين المتميزين جدا. هو اللي بدا على فكره الجون الثاني. بالظبط. انا بس في حاجات في الماتشات بره ما ينفعش نعمل الكلام ده، لان ممكن واحد يضغط تبقى في فاول ما يتحسبش، ده موجود في افريقيا موجود فيها. لكن هو لاعب كورته كويسه هادي. انا بس عايز اقول حاجه، مروان التمريره اللي عملها، لا لعيب بيعرف يمرر كويس قوي، عشان في البعض يعني الولد ده يستحق، في ضغوط على الولد. لا لا لا، لعيب كبير مروان، لعيب كبير طبعا. الترقيصه بتاعت عبد المنعم دي كنت ترقصها كابتن؟ كنت مهاري انت كويس؟ ما يعني اقول لك على حاجه، زنقته انت كده. لا لا بص افهمك على حاجه، بص لا هفهمك على حاجه. يعني هو شمال في ترتيب، في ترتيب يعني لا يطفش بس. مين ده؟ مين ده؟ ده بيقول عليك. بص افهمك على حاجه، ما بيعرفوش قيمه الحاجه الا غير لما تروح منها. لا كنت مالي يا كابتن والله، كنت سريع اكتر. انا ما كنت اسرع لعيبه في مصر، وما كنتش بترقص بسهوله. عايز نتكلم بقى، انت اتكلمت على الكابتن حسن شحاته وابن جوزيه وضربات جزاء. كابتن عماد مان اوف ذا ماتش مين؟ يعني انا يمكن بين الشوطين انت سالتني وقلت لي مين اللعيب المميز، قلت لك مروان. سيب لنا الراجل بقى، بص بصاحبي من اول اليوم سبته خلاص. انا بالنسبه لي كان بين الشوطين كان مروان عطيه، لكن بعد خروجه طبعا الوضع اتغير. اتفق طبعا مع كابتن محمد عبد المنعم، وممكن احط حمدي فتحي كمان واحد منهم. ماشي محمد عبد المنعم، انا بحب محمد عبد المنعم جدا، لعيب جيد جدا، لعيب عنده امكانيات عاليه، لعيب واثق من نفسه، لعيب هادي، لعيب سريع، لعيب بيتطور كل شويه. نفس قصه حمدي فتحي، من اللعيبه اللي انا يعني من اللعيبه اللي بحبها جدا على المستوى الشخصي، المستوى الفني، لعيب عنده امكانيات عاليه جدا جدا جدا. فعلى ما اعتقد يبقى هو لعيب رائع وهايل وهيبقى لعيب كبير بس يهدى يهدى. لا انا بقى يعني شوف الحاجه اللي حضرتها، شوف ما انا سايبك بقى. قريتك اهو، قريتك اهو. شايف يا كابتن هو اي هنركب على اي مصلحه. ايوه طبعا توافق. طبعا شفت قاريين بعض. اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. يعني الكل اختار محمد عبد المنعم، وهو اصلا يعني محللين الماتش او المباراه برضو اختاروه مان اوف ذا ماتش، فواضح ان مفيش حد اختلف عليه، لعيب كبير الحقيقه، وان شاء الله باذن الله يفضل يؤدي بنفس الاداء ونفس المستوى. الحديث عن التحكيم بعد الفاصل، كابتن سمير عثمان.